وفي السياق ذاته أكد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على أن يوم الشباب البحريني الذي يصادف 25 من مارس من كل عام هي مناسبة جدير أن تذكر فيها إنجازات شباب البحرين المتميز الذي يعد أنموذجا متميزا رائعا يحتذى به في الإنجاز والابتكار والإقدام على كل ما يزيد في منجزات المملكة وصناعة المستقبل. وثمن المؤيد الرعاية الكريمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لقطاعي الشباب والرياضة، مشيدا بدور سموهما واحتضانهم الدائم للشباب البحريني ومساندتهما لإكمال مسيرة الإنجاز ونهضة مملكة البحرين الغالية. وذكر الأمين العام أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة يوجه جهوده للعمل حسب توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المعنية بفئة الشباب والموازية لرؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتطلعات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مقدرا سعادته المتابعة المستمرة من سموه لتفعيل السياسات العامة التي يتبناها المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتقوية دوافع الإنجاز لدى الشباب لجيل يتحلى بالمسؤولية المجتمعية ويتمتع بالصحة النفسية والجسدية اللائقة. وأكد المؤيد على سعي المجلس الحثيث على العمل بكل ما يصب في مصلحة الشباب، مؤكدا على أن مخرجات البرامج الشبابية هي نتائج مبهرة يشار لها بالبنان، وتؤكد على أن الخطوات التطويرية التي يقوم بها المجلس هي في مسارها الصحيح. في مجلس الأعلى للشباب الرياضة نتكلم عن شقين. الشق الأول طال عمرك أن احنا نجعل من الرياضة صناعة وننمي الاقتصاد المحلي وندعم الشباب والشابات. الشق الثاني طول عمر احنا نخلق البيئة والمناخ المناسب. سيف سين سبورتد. يجب على الشاب والشابة طال عمرك يحسون بهذا الإحساس هذا. يجب ان احنا نخلق لهم البيئة. لازم نعدل كثير من الإجراءات. لازم نخلي الواحد طول عمر منطلق بشغفه وحبه وهوايته اللي هو يحبها. احنا نريد مملكة البحرين تكون فعلا مو بس مسمى، عاصمة وملتقى ومضرب مثل للشباب الرياضة في دول العالم ككل. اللي الحرص اللي احنا فيه هو البحرين. لا يمكن نشن حرب كبرى اللي بيشكك في بحريني او بحرينية او في مملكة البحرين. اللي بيشكك في قدراته وفي انجازها وفي تعب هالبلد هذا اللي يستاهل الخير ابدا ما نرضى. انتوا راح توصلون، ما في شخص ما راح يوصل، وأنا أعدكم بإذن الله أن العالم العربي والأمة العربية راح تصل أيضاً إلى العالمية دام قادتنا موجودين على رأس هذه المسيرة.